السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. امبارح أنا كنت مقدم حلقة اللي هي كان اسمها إزاي تساعد إخواتك في اسكندرية، وكنت أقصد بيها منطقة نادي الصيد، المساكن، المنطقة الشعبية اللي هي حوالين نادي الصيد، وكنت بقول فيها إزاي أنت تساعد إخواتك. لسه الحلقة يعني بقالها يوم تقريبا يعني أو حاجة. فحدث ما قلناه إحنا يا جماعة، لما بنقول ان احنا ابتدينا الثورة خلاص، احنا ابتدينا الثورة خلاص فعلا. في واحد قال لي ابتديناها من يوم يناير، وده كويس جدا جدا، برغم ان احنا اتعمل بينا ثورة فعلا، يعني الجيش عمل بينا ثورة، قش دبابير وكده. لكن احنا ابتدينا في الثورة لان احنا نزلنا وعرفنا ان احنا بايدينا او ان احنا من حقنا ان احنا نغير، وده كان تغيير كبير جدا مهما تحاول الجيش ان هو يلتف عليه بعد كده. في شعور محدش يعرف ياخده، يعني يستخلصه مننا تاني، يسلبه مننا تاني، شعور الكرامة. ما تبصوش رشات اللجان وأبناء النزوات الصيفية ونتاج مراتب الكاراتيه، لأن دول يعني لا كرامة لهم، يعني في كل شعب هتلاقي فيه نسبة، لكن الحمد لله الغالبية الكبيرة من الناس محترمة. طيب عاوزين بقى نتعلم، يعني عاوزين نتعلم، احنا مش عاوزين نعيد، احنا مش عاوزين يا جماعه نكسر الجينيس ريكورد بتاع عدد المرات اللي اتضحك علينا فيها. لما حصل موضوع اللي هو بتاع نادي الصيد، ناس قالوا يلا يا جماعه روحوا ضموا على اخواتكم وساعدوهم. انا عملت الحلقه امبارح وقلت يا جماعه ازاي تساعدهم؟ تساعدهم ان انت تفتح في مناطق تانية. اللي حصل ايه؟ ان هم طبعا مهما كان الاحتجاج السلمي الشعبي عدده كبير، لأنه هو سلمي وأعزل وبيواجهه دولة بلطجية ما فيش أي فيها أي قانون خالص، وهو ممكن يقول له يقتل الناس دي كلها مش مشكلة، ما فيش خوف من رد فعل، فما ينفعش. لكن الصح إيه؟ الصح إن أنت بتنشره وبتنطره في حاجات، يعني طبعا ما حدش عارف يوصل لهم لأن ظروف المكان طبعا صعبة ومش مطلوب إن أنت تروح تقف معاهم، مش مطلوب. لكن اللي حصل ايه؟ ان هم فضوا المظاهره وقبضوا على ناس. طيب ما حصلش ليه الكلام ده في 2020؟ ما حصلش الكلام ده في 2020 لان ناس كتير في مناطق كتير طلعت، وده اللي احنا لن امل من ان انا اشرحه للناس. يا جماعه طلعوا من دماغكم فكره الثوره اللي انتوا حبيتوها، احنا حبينا ايام التحرير، كانت ايام جميله، حبينا مشاعرنا النقيه هناك، حبينا مشاعر، كان مشاعر وطنيه خالصه فعلا. في ثورة يناير كنت تلاقي المسلم جنب المسيحي والإسلامي جنب الليبرالي، ومش الكلام ده كله كان كويس قوي، بس احنا كنا طيبين. دي معركة، والمعركة ما بتخلص بحسن النية. طيب اللي حصل في يناير ده كان الجيش راضي عنه، عشان كده بنقول اتعامل بينا ثورة. لكن المشاعر جوانا، مشاعر الكرامة، هي اللي معيشانا لحد دلوقتي، وبنقول لا يمكن هنسكت تاني. في واحد يسأل يقول لك ايه، طب وانت كنت ليه ساكتين ايام مبارك؟ لا احنا ايام مبارك ما كناش مرينا بثورة يناير. عاوزين بقى نغير في التكتيك شوية، عاوزين نغير في التكتيك شوية، نقعد لحد ما الشعب يبقى فاهم هينزل ازاي. يعني ايه الشعب يتجمع؟ الشعب يتجمع مش يعني يقف في حتة واحدة، لا، الشعب يتجمع يعني كله ينزل في نفس المكان. يعني الناس في المنيا تثور لأي اعتداء على أي مواطن مصري في اسكندرية وفي بورسعيد وفي أسوان. في مكانك إن أنت تبتدي تفكر في الكلام اللي أنا بكرر وأعيد وأزيد ولن أمل، ومش همل منه ولا هسكت، إن أنت لازم نقعد نفهم الناس إن أنت عندك في كل مكان عصب من أعصاب الدولة، مظهر سلطة. لا إحنا هنحاوط مظاهر السلطة دي، بنحميها، احنا بنحميها، دي حاجتنا مش حاجة السيسي، ومش حاجة أبناء النزوات الصيفية، ومش حاجة العصابة اللي لابسة شبه بعضها، بنحاوطها، بنحاوط الأماكن دي وبنحميها. لكن يوم ما هتعتدي على حد، احنا هنخش هندير. واحد يقول لي وبعد ما تحاوطها هتعمل ايه؟ هتدير، هتخش، هتمنع عنه الضرايب، وهتمنع عنه هتخش البنوك، خلاص بقى ما انت مجرم. طب وبعد كده ايه؟ طب يا عم اصبر، اصبر بس، خلي الناس تنزل، وخلي مفاصل الدولة في ايدك، وشوف اللي هيحصل. يعني واخد بالك؟ ولكل مقام مقال.
لكن تأكد إن الآخر خطوة إحنا إن شاء الله بإذن الله فاهمين إيه اللي هيحصل. يعني يبقى توفيق ربنا، ما هو في حاجة اسمها توفيق ربنا. لما بتيجي تقدم خطة فأنت بتقدم خطة كويسة، لكن التوفيق عند ربنا. أنت داخل معركة لازم بتقدم لها خطة كويسة جدا جدا، لكن التوفيق من عند ربنا. ما تقدرش تقول بقى واحد عاوز يقول لك ايه، لا طب اضمن لي ان الخطة هتنجح، واضمن لي ان ما حدش هيجرى له حاجة، واضمن لي اللي مش عارف ايه، وهو مش ضامن انه يعرف يغسل وشه او يتشطف بعد ما يخش الحمام بعد كام شهر. طيب نرجع بقى دلوقتي للسؤال اللي هو الاصلي بتاع مساكن نادي الصيد في اسكندرية او اي مساكن. هو ليه الناس كلها بتزعل؟ هو ليه الناس كلها بتزعل؟ ليه انتوا بتدي لهم قصور منيفة، وبتدي لهم حدائق غناء، وبتعملوا كل حاجة، لكن في نفس الوقت حضراتكم الناس يعني ما بتمرش فيها ليه كده؟ يا سبحان الله يا اخي، يعني ايه ده الناس وحشة كده؟ وبعدين ايه، مش واحد ولا اتنين في نادي الصيد الضوئي، لا ده كل الناس في نادي الصيد زعلانة. ده مش بس زعلانة، لا ده زعلانة وبقوم وبتضرب طوب. يعني انا اديك قصر وبعدين في الاخر خالص تيجي تعمل فيا كده، يبقى ايه اللي بيحصل؟ الناس دي مش فاهمه. طيب هتلاقي واحد مش فاهم وواحد فاهم، طب هتلاقي بتوع نادي الصيد كلهم مش فاهمين بس بقيه الاماكن فاهمين. طب ليه كل الاماكن اللي بتقول لهم امشوا الناس بترفض الكلام ده وبتقول عليكم نصابين ولاد كلب؟ لان نظره الناس ليكم صادقه. لان انت لو صادق فعلا وعاوز تديهم بيوت قبل ما هتاخد اي اجراء، زي ما قلت قبل ما هتاخد اي اجراء هتعمل الناس توعيه، يا جماعه احنا هناخدكم من البيوت دي وهنعمل لكم وادي الاماكن اهي، يبقى شكلها كذا وكذا، وتعمل معاهم عقود وتعمل معاهم ده. لو انت جاد. لكن عشان انت نصاب وكل اللي يهمك الارض اللي انت بعتها بارقام فلكيه، فالناس مش مصدقاك. وزي ما بيقول لك، ومن علمك هذه الحكمة؟ رأس الذئب الطائر عن جسده. يا عم ده نجيب لك طقم الجلاليب من جوه، ده انت مفيش منطقة وفيت بيها. وبعدين يجي أبناء النزوات الصيفية نتاج مراتب الكاراتيه يجي جايب لك صور كده المدن عاملها ايه، عاملها فخ، عاملها للناس. كم واحد بقى اتشرد وكم واحد خد شقة؟ واللي خد الشقة خدها منين؟ طب انت دلوقتي لما هتجيب لواحد قاعد في اماكن شعبية سيئة وهو مش مبسوط، ما بيوصلوش فيها الخدمات، وهتيجي تقول له هديك حاجة كويسة، يقول لك لا. ليه يعني؟ يقول لك ايه؟ ولان هم صدقوا الشائعات. ويصدقوا الشائعات ليه يا نطع؟ ما انت لو مش نطع ما كانوش صدقوا الشائعات. يصدقوا الشائعات ليه؟ لا طب ما انت كنت تروح من الاول خالص وتقول لهم يا جماعه في جزء هيروح المنطقه الفلانيه، في جزء هيروح المنطقه الفلانيه، في جزء هيروح المنطقه الفلانيه، وبعدين توريهم الاماكن. ولا انت هتطلقهم؟ مش المفروض الاماكن دي موجوده؟ ولا انت هترميهم بره بيوتهم وبعدين تبني؟ انت تبقى ابن يعني، فاهم ازاي؟ ما انت اكيد ابن يعني. فاكيد ان انت لو جاد كنت هتوريهم الاماكن، هتقول يا جماعه شوفوا لنا من كل مثلا منطقه دي واحد يجي يشوف الكلام ده، او نعمل لكم اودي الافلام، وادي احنا عملنا. الناس هيفرحوا جدا وهيشيلوكوا على الاعناق وهيقول لكم والله ربنا يكرمكم وربنا يسعدكم، صح؟ لكن عشان انتوا مجرمين وفجره والحدايه ما بترميش كتاكيت، فانتوا بتطردوا الناس وتقولوا لهم كلام مبهم. ما فيش واحد يطلع قبل ما يبقى عقد وتبقى شقته موجوده، ياخد شقته، ياخد عفشه لو هو عنده عفش. الناس الغلابه بيتريقوا عليهم ويقولوا لهم ايه دي عيشه ادميين، دي انتوا عايشين زي مش عارفين يعني. هو لا يعني، هو مثلا لازم يبقى امه رقاصه زيك يا احمد يا موسى او يا عمرو اديب، او ولازم يرقص ويرقصها ويبيع شرفه عشان يعجبك؟ ما هو اساسا الناس دي غلابه، هيعملوا ايه؟ فلوسهم بتتسرق من امثالك ومن امثال الناس اللي انت بتطبل لهم، فانت بتعايرهم كمان ان انتوا سرقتوهم. شيء واطي جدا وحقير جدا. حاجه يعني انت رايح قدامه القصر الشانزليزيه وهو مش عاوز، بس عشان عارف ان انتوا اوباش ولم تصدقوا في كلمه. فدلوقتي يا جماعه، عشان ده كاس وداير مش هيسيب حته، لو يا جماعه جادين ان احنا نعمل ثوره لازم نفهم يعني ايه ثوره. الثوره مش تظاهر، الثورة مش اعتصام، الثورة هي حالة فوران في كل مناطق مصر، في كتير من مناطق مصر تقف أمامها الشرطة عاجزة. لو نزلت على الأرض سيبونا نطلب منهم الطلبات اللي تحرر بلدنا، احنا مش عاوزين يا جدعان نهد البلد، لا عاوزين نفك مفاصل البلد
ولا عاوزين نهد اللي مش عارف ايه، ولا عاوزين نهد ايه. ده انا مش بقول كده لابناء النزوات الصيفيه، دول مش في بالي خالص يقولوا اللي يقولوه. لا انا بتكلم ليكم انتوا للناس المحترمه يعني، ولا عاوزين الكلام ده ولا مصلحتنا. احنا عاوزين نخضع هذه السلطات الى الشعب، نخضعها، يبقى الشعب هو اللي بيأمر وبينهي. هل هذا الكلام ده صعب؟ هل هذا الكلام ده صعب؟ طيب ادي درس كمان اهو بننبه فيه، حصل في منطقه نادي الصيد. ارجعوا للفيديوهات اللي انا عاملها امبارح، تجمع كبير صغير، الامن معد ليه ان هو يتصدى ليه. طب جرب بقى كده، كنت تعمل لهم في اسكندريه 10 15 حته، 10 15 حته في اسكندريه بس، انا مش بقول لك في بقيه المحافظات، كنت هتلاقيه قال للجماعه في، يا جماعه انتوا عاوزين ايه؟ نجرب بقى، هنقعد بقى هنخلص بقى يا جماعه من الليله دي امتى؟ والله بجد يعني هنخلص من الليله بتاعت ان احنا مش فاهمين يعني ايه ثوره دي امتى؟ طيب ان شاء الله باذن الله نشوفكم على خير ان شاء الله. انا اسف للراجل ان انا بقلع النضاره وبلبس النضاره كتير، معلش.